الحمد لله على السلامة يا جمال بيه. الله يسلمك. محسن بسيوني مدير مكتب معالي السفير. اهلا وسهلا. سيادة السفير منتظر سعادتك. اتفضل يا فندم. اتفضل. اتفضل يا فندم. اهلا اهلا جمال بيه. الحمد لله على السلامة. الله يسلم سعادتك. اتفضل. سلام. ها؟ أعتقد الرحلة كانت مريحة، المسافة قريبة. ساعة، مش أكثر من ساعة. اتفضل. الحمد لله يا فندم. الحمد لله. إيه مالك؟ شكلك مجهد. في حاجة ضايقتك؟ لا يا فندم، لا. بس سعادتك عارف، دي أول مرة أجي فيها هنا. يعني مسألة مش سهلة برضه يا فندم. الخلطة الأولانية سعادتك. ده كان نفس شعوري أول يوم استلمت عملي هنا في السفارة. إنما في الآخر إحنا بنقدر رسالتنا يا جمال. تمثيل مصر في أي مكان في العالم شرف وواجب وطني كبير، حتى لو كان في تل أبيب. وبالوقت هتاخد على الجو هنا. أنا عاوزك تستقر وترتاح عشان تستلم عملك فورا هنا. ناجي بيه عطا الله الملحق الإداري في السفارة هنا هيخلص لك كل امورك الشخصيه. راجل حبوب قوي، نشيط وذكي. انا متاكد انكم هتبقوا اصحاب ان شاء الله يا فندم. هو سعادتك خارجيه اصلا ولا كان من هيئه الاستعلامات؟ لا ده ولا ده، كان ضابط جيش وتقاعد وبقاله فتره هنا معانا في الخارجيه. بس ايه، اثبت كفاءه عاليه جدا وعنده قاعده علاقات هنا قويه جدا، والسفاره بتعتمد عليه في شؤون كتيره. اتفضل. خير يا محسن؟ في ايه؟ لا يا فندم مفيش حاجه. بس اتكلم يا محسن، جمال بيه خلاص بقى واحد مننا. حاضر يا فندم. يا فندم النهارده 4 في الشهر، مفيش حد في السفاره قبض، المرتبات لسه ما جاتش. وايه الاخر المرتبات؟ لا اجيب ايه يا فندم، كل يوم يقول لنا بكره. يا فندم الناس عندها مصاريف كتير وايجارات. لا اكيد في حاجه. عموما ابعت لي ناجي بيه، انا عاوزه. حاضر يا فندم. بس يا فندم الاستاذ سراج الصحفي قاعد عنده في المكتب وكان عاوز حضرتك. اوكي، ابعت لي ناجي بيه وبعدين سراج. حاضر يا فندم. يلا مع السلامة. بقول لك، مرة واحد يهودي راح فرنسا وتعرف على واحدة فرنسوية، قضى معاها ليلة واداها 50 يورو. تاني يوم قضى برضه ليلة واداها 50 يورو. تالت يوم برضه قضى الليلة واداها 50 يورو. رابع يوم برضه اداها 50 يورو. الولية انبسطت منه قوي، قالت له أنا حبيتك يهودي وكريم بتين يورو كده مرة واحدة. وعلى فكرة أن عمتي ساكنة عندكم في تل أبيب. قال لها ما هي اللي بعتلك المتين يورو. أوكي، أجد لخابي دي حقا حارت ببقشاها بعض. لا لا لا، ما شاء الله يا ناجي باشا، ده أنت بتتكلم العبري أحسن منهم كمان. يلا أستأذن أنا بقى. إيه على فين؟ رايح اعمل حوار صحفي دلوقتي مع نتنياهو. اعوذ بالله، الراجل ده ما بينزلش من الزور، الله يكون في عونك. عارف اكتر حاجه عجباني فيك ايه يا ناجي بيه؟ انك عارف الناس دي كويس قوي ومع ذلك بتعرف تتعامل معاهم. انا بقالي 20 سنة باجي هنا اعمل حوارات وموضوعات صحفيه للجورنال ومع ذلك مش قادر. نفس الخنقه اللي جاتني أول يوم وصلت فيه تل أبيب هي هي اللي جوايا بعد 20 سنة. أنت مش كان في جريدة هنا كانوا عايزينك تكتب فيها وعرضوا عليك مبلغ كبير؟ أيوة، جريدة معاريف. وعملت إيه معاهم؟ رفضت طبعًا. رفضت ليه؟ أنا ضد التطبيع. ناجي بيه، بعد إذن سعادتك. إيه في يا محسن؟ سيادة السفير عايز سعادتك. أنا عارف سيادة السفير، هتكلمني عن المرتبات. النهاردة على آخر النهار كله هيكون قابض، أصل البنك هنا بعيد عنك. الفلوس تخش بمنتهى السهولة، تيجي تطلعها عقد الدنيا وشغلانات وإجراءات. أنا لولا قاعد على دماغهم كنا قبضنا كل شهرين. أوكي ناجي بيه، أوكي. أنا عاوز أعرفك على المستشار الإعلامي الجديد في السفارة، جمال بيه، جمال عبد الناصر.
مين سعادتك؟ جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر هنا في تل أبيب؟ يا نهار اسود، وده داخل ازاي؟ طب السادات قلنا معقوله، انما جمال عبد الناصر كمان. اهلا جمال بيه. اهلا بيك يا فندم. يا ترى المدام والاولاد جم معاك؟ لا يا فندم، انا هقعد شويه لوحدي كده لحد ما اخد الكو وبعدين ابعت اجيبهم. ناجي بيه همتك معانا، عايزين جمال بيه يسكن جنب السفاره بقدر الامكان. السمسار اللي احنا رايحين له ده اسمه روني بتال، عنده مكتب هنا وبيشتغل مع السفارات، بس شغله مع السفارات كلها كوم وشغله معانا كوم تاني. ده سرحان في ايه؟ فكها جمال بيه، فكها. انت لسه قاعد 4 سنين، هتنكد على نفسك من دلوقتي؟ فاحنا ننكد على ابوه. فكها فكها. روني. اوه مستر ناجي. اهلا روني، ازيك؟ اهلا مستر ناجي. اسمع دي، بقول لك مره واحد يهودي قالوا له لو الدنيا بردت هتعمل ايه؟ قال لهم هقعد جنب الدفايه. قالوا له طب لو بردت اكتر؟ قال لهم هقرب اكتر من الدفايه. قالوا له طب لو بردت اكتر واكتر؟ قال لهم هلزق في الدفايه. قالوا له طب لو نزل تلج؟ قال لهم هشغل الدفايه بقى وامري لله. بص يا روني، مستر جمال يبقى ابن خالتي، عايز له احسن شقه في تل ابيب بس بسعر حنين. ازاي مستر ناجي احسن شقه في تل ابيب ويكون سعره حنين؟ لا لا لا، تيجي ازاي دي يا راجل؟ ده انا جايب لك 30 زبون لغايه دلوقتي، لما اجي اقصدك في خدمه تطلع ندل كده؟ بلاش الشغل بتاعك ده. انت كل واحد تجيبه تقول ده ابن خالتي، ده ابن خالتي. انا اصل خالتي كانت ولاده، كانت بتولد توأم كل 9 اشهر. بقول لك ايه، ما تديله الشقة اللي قدام. لا 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 لا، دي شقة غالية كتير. هتغلى عليا أنا برضه يا روني؟ ما تصغنيش بقى قدام ابن خالتي. خلاص، أعمل لك خصم 5%، ده عشان خاطرك أنت بس. 5% ده خصم برضه؟ أنت بتقطع من لحمك الحي يا راجل أنت. بلاش الشقة دي، شوف غيرها. لا، إحنا هناخد الشقة دي بقى، وحر ونار في جتتك. وما هتعقد. اسم جمال بيبي الكامل ايه؟ جمال عبد الناصر. بيتلبشوا لما بيسمعوا اسمه. سوق الكرمل، كفي الشيء تلاقيه هنا. لو عايز اي حاجه ابعت السواق يجيب لك اللي انت عايزه. يلا. ادون ناجي مسلوخه. سلام وفادة، ما نسمع. بسدر بسدر. وضبت الحاجة؟ كله جاهز. جاهز. يسرع. خليه يحطها في العربية. بامي كونيك. هنا بقى بيموتوا في ام كلثوم، يعني هتسمع ام كلثوم هنا اكتر مما تسمعها في مصر.
أنا آسف يا ناجي بيه، اسمح لي، هو الولد حط لك إيه في العربية؟ أنا شايف الموقف مريب شوية. لا ده شوية جمبري وصاية كده. كل القلق ده عشان شوية جمبري؟ في حاجات ممنوعة في إسرائيل، ممنوعة منعًا باتًا. زي الجمبري والكابوريا والقراميط. أي حاجة تطلع من البحر ملهاش قشر اللي هي الفلوس بتاعت السمك تبقى محرمة حسب الشريعة اليهودية. طب وحضرتك جبته إزاي؟ الفلوس تمشي أي حاجة. إيه تاني ممنوع في إسرائيل يا نجيب؟ القمار. اللي بيتقفش بيلعب قمار تبقى جناية. قمار؟ حاجة غريبة أوي. ده كل نوادي القمار في العالم أصحابها يهود. اليهود بيلعبوا مع العالم كله. إنما ما يلعبوش مع بعض. الغاوي في يوم بيروح طابة يلعب هناك، أو بيروح شرم. في مراكب هناك خارج الحدود الإسرائيلية بيلعبوا فيها. ده مطعم وكوفي شوب كليوباترا. كليوباترا؟ صاحبه اسمه ايلي مزراحي، يهودي مصري، ابوه مدفون في اسكندريه، بس راجل مسخره. تعال تعال. مستر ناجي. إلي. ازيك يا إلي؟ اخبارك ايه؟ تمام؟ تمام. جمال بيه المستشار الاعلامي في السفاره عندنا، لسه جاي دلوقتي طازه. اهلا وسهلا جمال. أهلاً بيه. اهلا وسهلا. اصل لسه ما خدش على الجو. إلي مزراحي ده اسكندراني، اسكندراني اسكندراني. كان ساكن هو وعيلته في المكس، دي صوره عيلته لما كانوا هناك، وامه مدفونه هناك في المكس. انا كنت بحب مصر كتير. أنا عشت في اسكندرية أيام حلوة أكتر من 50 سنة. أنا كنت بحبه سيما، أنا كنت بحبه ستيفان رستي، نجيب الريحاني، إسماعيل ياسين. كان أيام جميلة. إيه مستر ناجي؟ مستر ناجي، تعرف إن كان في ممثل يهودي كوميدي كوميدي كتير أهو اللي في الصورة ده. ده كان بيمثل مع توجو مزراحي اسمه شالوم. شالوم عارفه، كان دمه تقيل. مستر ناجي، هو اسماعيل ياسين مش عملته أفلام جديدة ليه؟ هو شغال مسلسلات دلوقتي. أنا أحبه وهو يقول مونولوج. أنا حروخ. لا ما تروخش. عاوز أروخ. ما تروخش. فين الفول؟ فين الطعمية؟ فين الفجل؟ فين الكرات؟ لو كان ده شرط البهوية يحيى العدس 10 مرات. لا عليك يا مش ينفع مستر ناجي، صدقني مش ينفع، ده يخالف الشريعة ويحط الأنا في مشكلة. ما انت عارف يا راجل. ما تقولش كده، عيب. الله، الراجل ده ضيفي وانا عازم على الغدا، ما تصغرنيش بقى قدامه. الاسكندرانية ما عملوش كده يا مزراحي. انا مستعد اقدم لك اي حاجة. انا يعزم انت وصاحبك كمان على الغدا، بس مش يخالف شريعة.
اسمع بقول لك، الراجل ده اول يوم له في تل ابيب، معقول هاكله اكل من بتاعكم؟ دول شويه جمبري ما فيهاش حاجه يعني، هتشوهم ونخلص. يلا اكل كشير يهودي يحرم اكل جمبري؟ ما انت عارف. يبقى اكسر الطبق بعد ما ناكل وانا هحاسبك عليه. عيب بقى. اوكي مستر ناجي، بس تاكله بسرعه علشان انا مش يتحط في مشاكل. يلا يا مزراحي، كان زماننا كلنا. يلا حاضر. ايه رايك بقى في المطعم؟ تحس انك انت في مصر بالظبط. انا ليا سيطره جامده هنا، انا ساعات بخليهم يعملوا لي كشري مخصوص. انا مش قادر اصدق اللي انا شايفه بعيني وسامعه بودني. انا جيبي، انا حاسس ان انا في كابوس بشع للدرجات. نسينا الخسه والوحشيه بتاعتهم، نسينا اولادنا واطفالنا واهالينا اللي راحوا ولسه بيروحوا في غزه وفلسطين، نسينا الاطفال اللي ماتوا قدام عينينا في بحر البقر بالسهوله دي. بتضحك مع ده وتهزر مع ده، ايه ده؟ ده انت شيخ حرف تل ابيب يا راجل. جمال بيه، ساعات الظروف تخلي الواحد يعمل حاجات مش عايزها. انا كان ممكن اقعد في البيت قافل عليا بابي، لا اكلم حد ولا اسلم على حد، واقع جوه اربع حيطان. انما صدقني، لما تعرف عدوك احسن ما تقعد تكلم نفسك، وده اللي هما بيعملوه واللي انا بعمله. شايف البنت اللي قاعده على راس الترابيزه دي هناك؟ دي هاني ألدن، يهودية من أصل سويسري، بتدرس في الجامعة العبرية. دي بتترجم أعمال طه حسين والعقاد وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ ويوسف إدريس. الناس دول طول عمرهم بيحاولوا يعرفوا إحنا بنفكر إزاي، وإحنا طول عمرنا ما حاولنا نعرف هما بيفكروا إزاي. حتى دي كمان تعرفها يا ناجي بيه؟ إيه؟ أنت ناوي تنزل الانتخابات هنا ولا حاجة؟ سيناجي رافي، انت ايه اللي جابك بدري؟ انت مزوغ من البنك ولا ايه؟ جمال بيه يقدمك رافي ديفيدوفيتش، ده اللي مصمم السيستم الامني بتاع بنك اليو ام اي. بس عبقري عبقري عبقري. طيب استاذنك يا ناجي. ازيك يا رافي؟ في على فين؟ يعني خلي السواق يوصلني الشقه، تعبان شويه. طب والغدا؟ معلش مره ثانيه، ماليش نفس. طب خليه يوصلك ويرجع لك. بقالك كتير استاذ محمد شغال هنا؟ 7 سنين يا بيه. مبسوط؟ هو في حد ينبسط هنا برضه يا بيه؟ هو احنا ايه اللي رمانا الرميه السودا ديت غير اكل العيش؟ ليك اصحاب؟ كل اللي شغالين في السفاره حبايبي. لا انا اقصد اصحاب من هنا يعني. اسرائيل يعني؟ اعوذ بالله، ربنا يحرجهم. طب ده لما حماس بتعمل عمليه ولا حاجه، ولا حزب الله يفرجع له صاروخ ولا صاروخين، بيبقى قلبي بيتنطط من الفرحه. اصل شوف يا سعاده البيه، الحكومات تقول اللي هي عاوزاه، والسياسيين كمان يعملوا اللي هم عاوزينه، لكن احنا ناس غلابه على الفطره يا بيه، ما ناكلش من الكلام ده واصل. اللي في القلب في القلب يا باشا. ده بقول لي انت ايه رايك في ناجي بيه؟ مالك ما ردتش ليه؟ بصراحه سعاده الباشا انا ما نحبوش، ومفيش حد في السفاره كمان يحبك.
إلا سعادة السفير طبعاً. ما تعملش في نفسك كده يا رافي، هم الستات كلهم كده. أنا حاسس إن أنا عايش في جحيم مش فلاكي. عيالت خلتني أكره حياتي وأتمنى الموت. ده معقول؟ بقى أنت تعمل سيستم للبنك ده كله، مش عارف تعمل سيستم لمراتك؟ دي كتبت فيها تقارير، بلغت عني الشبهات مش فلاكي. بلغت عنك الأمن العام؟ ليه ده كله؟ ما هو أنا مش فاهم. أنا بعت البنك في سويسرا عايز أشتغل هناك، وهم ردوا عليها موافقين. هي بقى مش عايزة تسيب إسرائيل. الله، تقوم تبلغ عنك؟ أما هو ليه ناقصة صحيح؟ أنت اللي غلطان عشان ما دبحتش القطة. أنت لو كنت دبحت لها القطة كان زمانها بتتمسح تحت رجليه. أي والله. اهلا اهلا دوريوسي. تشتي كافيه؟ لو تودا اتى مي حابيس مشيهو ما تساتي او تو رافي مشلوم خايوسي لما أتى يوسف عم هايش هذي ميزي رجعت الله ويديدي كلامي إيش زيش هربي دي بوريم وأني ميات لخشد له يوسف إتو لما دايش هو مصري في جم مسلمي تشمع يوسي أنا ماليش علاقة لا بديانته ولا بجنسيته عشان تبقى فاهم. تشمع رافي. أنا مش جاي أحكيك في السياسة. عيالت أجت عندي المكتب اليوم وقالت لي على كل اللي بتفكر فيه. أنا ما رضيتش أستدعيك. جيت لك بود عشان القرابة اللي بيني وبين مرتك. ايه ده مزراحي؟ انت دافن الجمبري جوه الرز؟ وطي صوتك مستر ناجي وكل بسرعه الله يخليك. مش ده يوسف كارمي بتاع الشباك اللي واقف مع رافي؟ ايوه. هو الامن العام بيحقق في القهوه الايام دي؟ لا، اصل مستر يوسف كارمي ده يبقى قريب ايليت مرات رافي. عشان كده انا بدور على الجمبري مش لاقي، اوعى تكون كلته وانت بتشويه. أنا ماليش دعوة، أنا ما كنتش يعرف هو طلب رز حط فيه الجمبري من غير أنا ما يشوفه. لو سمحت هوها أحراي. لا ما هفهم حضرتك، أصلا أنا كنت طالب سمكة بوري كبيرة، فالسمكة البوري كانت واكلة جمبري فلقيت فيها الجمبري ده. الراجل معذور هيعمل إيه؟ يعني هيمنع السمك من أكل الجمبري؟ مش ممكن يعني، وبعدين ده راجل متدين.
معرفي أني جفره زهرتي أتخا هربي بعمين في زوته هبعمها أحرنا شأني مدبر إنخا ما بعم هبقى إنقطني جتخا تسعاديم له تعنين ما عسيتي تخا أدون يتسحق لو يتسحق بو أنيها من أهل قال تشكح ما عسيتي ركبة حداشها إزاي نعدر تاميها عفوداش في عايمين إفشار لدعت لما هايتي خلي أنا عارف إنك مريض وعارف كمان مرضك شو هو بالضبط القمار يا رافي ما هيك؟ أنت ما بتعرف إنه القمار ممنوع منعاً باطاً في إسرائيل؟ أنا بلعبش هنا أي حاجة تانية محدش له عندي أي حاجة خالص أنا عارف أنت بتلعب فين؟ هناك في البحر في المراكب اللي في البحر خارج حدود إسرائيل عارف يا رافي لو الشباب أخذ علم بأنه المسؤول عن أمن أكبر بنك في إسرائيل بيلعب قمار ومدمن عليه شو ممكن يكون موقفه معاك؟ اسمع أدوني تسخاك أنا مش هستحمل منك إهانة بعد كده خالص أنا هستقيل هسيب لك البنك واسيب لك إسرائيل كلها هيك؟ بالبساطة هاي؟ أنت ناسي يا رافي إنك ساحب قرض من البنك لسه ما سددته؟ وعمرك ما حتعرف تسدده وانت مبتلي بهذا المرض مشكلتك يا رافي انت ويهود اوروبا الاشكنازيم انكم مفكرين انفسكم مفضلين على هذا البلد بيكونكم مواطنين فيه وانتم مجرد هياكل ما لكم قيمه احنا اللي شلنا البلد هاي مخصوم منك 15 يوم وهذا اخر انذار تفضل زيداي زيداي نين أصلي زيداي رافي إيه في أنا مش قادر مسيو ناجي أنا خطأ ما بقيتش قادر خلاص مالك يا رافي نيم أصلي نيم أصلي إيه أنا أتهان من الحقير ده أنا مسيو ناجي ده أهله ما كانوش لاقيين يأكلوا يجي اليوم اللي واحد زي ده يوقفني قدامه وينزل فيه تحقير وإهانات السفر دي الواطي أنا بقيتش أستحمل يا مسيو ناجي مش قادر أنا كرهت حياتي ونفسي فعلاً أموت بتعملش في نفسك كده يا رافي إيه يا ابن عمي وده جديد عليهم ما أنت عارفهم لا يهودي شرقي وأنت راجل متحضر جاي من أوروبا عامل لهم عقدة نقص والصاحب بقى لما ركب وبقى مدير البنك بيطلع عقده كلها عليك ده عايز يبلغ عني الأمن العام يا مسيو ناجي الشباك أعلى ما في خيله أركبه انت الراجل اللي كنت قاعد معاه في القهوه ده اللي مش شباك مش قريب مراتك خلاص يبقى الحكايه في بيتها ما هو انا لا مستريح لا في بيتي ولا في شغلي يا مسيو ناجي روق روق انت بس روق مستنيك بالليل شلوم في معادي بالظبط الساعة 4 ل 5 اهلا اهلا مستر ناجي انت دايما هيك تيجي في اخر ثانية ما هو اليوم لما يعدي الفايدة بتاعت المبلغ بتنزل في الحساب على طول هذه فايدة كلش بسيطة مستر ناجي ما تستاهل لا انا كده ازعل منك ما فيش حد اسرائيلي يقول كده هو المبلغ ده في اليومين اللي فاتوا يعمل فايدة قد ايه 235 شيكل شغلة فاضية حلوين مالهم أو تمن فنجان قهوة مستر ناجي أنت متأكد أني في أصول العيلة مالتك ماكو عرق يهودي؟ إتها كيسف شل مرة قيعت الله تشرب قهوة مستر ناجي؟ بص بقى لو هتخصمها بالحساب بلاش لما لو من حسابك أنت مقبولة طع مايم كافي لا خلينا أنا زيادة معلش خليها عليك المرة دي بعم عم هربي سكر وانا بره لقيت رافي كده في مود وحش وعمال بيشتي هو اتخلي مع حد هو اتكلم معاك لا هو دريان بيقول ايه اصلا عمال يقول السفردي الواطي وكلام زباله كده يعني الحقيقه كان بيشتمه
هو اتخانق مع حد؟ لا هم كلهم هيك منفوخين على الفاضي. الاشكناز انت هتقول لي ما انا معاشرهم عليهم نار يا اخي تفع المراره. لو ايه فاهمين اللي هم يا ما هنا ما هناك والباقيين ولاد البطه السوداء. مش عارف انا نعجي القهوة بيها شاي؟ لا هو بس البن قليل شوية بس كويس عشان الضغط. مو عجبتك؟ لا هو بس السكر قليل بس كويس عشان السكر. أحسن بكتير. هو في الحقيقة مفيش قهوة خالص، مفيش غير شفطة واحدة بس كويس عشان تصلب الشرايين. مستر ناجي، أنت شو ناوي تساوي بعد ما تخلص مدتك في السفارة؟ لو اشتغل في البيزنس، انا اصلي احب الفلوس. احنا على في اسرائيل؟ ان شاء الله. جميل، وشو ناوي تساوي؟ ناوي اسرق البنك ده.